ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عبر الهاتف السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر النايل. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قمع المتظاهرين من قبل الحكومة والميليشيات. ما هو سقف التوقعات في تعامل غوتيريش مع الرسالة؟ والاتصال معكم طبعا عبر الهاتف وليس عبر سكايب. اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المؤكد انه حقيقه هذا تطور نوعي في التظاهرات عندما تخاطب هكذا هيئه دوليه وتحدد ايضا خارطه الحل فيها وتصف المشهد بدقه تماما وتضع الخطوات اللازمه التي من خلالها هي خطوات واقعيه ممكن ان تلعب الامم المتحده دورا مهما فيها في تنفيذها على أرض الواقع، لا سيما هي الثالثة قابلة للتنفيذ وهي يعني لا خيار للشعب العراقي ولا العالم في عملية استقرار العراق الذي هو لابد أن يذهب باتجاه الاستقرار إلا بهذه الخارطة التي هي ترفض طبعا العملية السياسية برئاساتها الثلاثة وتعمل على تجميد الدستور وتهدف إلى بناء مرحلة انتقالية للشروع بمرحلة هي ديمقراطية، هي تؤمن بالتعددية السياسية، هي تؤمن بالانتخابات، وكل هذا حقيقة يأتي في إطار قضية عراقية ولم يفتح أن الإيرانيون ينبغي أن يخرجوا لأن القوانين والمواثيق الدولية التي هي على عاتق الأمم المتحدة تفضي إلى عدم السماح للدول بالتدخل في شأن دول أخرى مستغلة ضعفها أو ما إلى ذلك من الأمور. طبعا بالتأكيد هناك سقوف كثيرة اليوم الأمم المتحدة حتى بعثتها التي كانت متواطئة مع السلطة في العراق أجبرها المتظاهرون بالوقائع الميدانية على أنها حقيقة تقول جزءا من الحقيقة وتصف جزءا من الحقيقة. بالتالي الأمين العام للأمم المتحدة شكل لجنة خاصة بالعراق وهذا تطور أيضا نوعي جديد للأمم المتحدة، يعني هو لا يعتمد الآن الأمين العام للأمم المتحدة على لجنته أو بعثته الخاصة بالعراق، هو لديه لجنة خاصة من شخصيات جيدة وشخصيات دولية وفيها عراقيين حقيقة لوضع سيناريو في العراق. بالتالي عندما تأتي في توقيت مهم وحرج مع التزامن مع هذه اللجنة الخاصة للأمين العام، الرسالة المفتوحة من اللجنة المنظمة للتظاهرات ثورة تشرين يؤكد على أنه هناك انفتاحا وهناك عملية تدوير القضية العراقية لأنه مشكلة العراق بدأت دولية وبالتالي ينبغي أيضا أن تحل دوليا. بالتأكيد الأمم المتحدة بطيئة في إجراءاتها، المشهد معقد، العالم فيه مشاكل أخرى، لكن ستلقى آثار. لماذا دائما الأمم المتحدة بطيئة في إجراءاتها؟ يعني من المؤكد تماما أن الأمم المتحدة ليست الجهة التي يمكن أن تقرر في العراق ولديها القدرة والقوة. بالتأكيد ستذهب إلى عملية التنسيق الدولي، هذا التنسيق يبدأ حقيقة من الدولة التي دمرت العراق وهي الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ من التنسيق مع مجلس الأمن ودوله مع دول العالم، وبالتالي كيفية يمكن أن تلعب دورا وتخول في لعب دور داخل العراق. احنا كلنا يتذكر عندما تم احتلال العراق وبالتالي سقطت او حلت جميع مؤسساته العسكريه والمدنيه بطريقه لم يشهدها العالم في قرارات بول بريمر، كان للامم المتحده دورا في عمليه تشكيل حكومه مؤقته لكنها فشلت في اتمام القضيه بسبب انه الاحتلال كان يريد سقوفا معينه، لذلك هي قادرة على أن توكل إليها الأمر في عملية حقيقة إنشاء مرحلة انتقالية في العراق يمكن من خلالها أن تؤدي إلى عملية مرحلة ثابتة مستقرة تصمد لعقود من الزمن إذا ما حازت إلى قضايا وقرارات الشعب العراقي. نعم. وبالتالي الشعب العراقي اليوم في وعي كامل لذلك الثقافة الأحزاب. أستاذ عبد القادر، يعني أكثر من 800 شهيد و25 ألف جريح فضلا عن يعني المئات المختطفين، مئات المغيبين، استمرار قمع هذه الثورة السلمية أمام أنظار العالم، يعني سفارات ست دول كبيرة يعني
يعني رفضت ما تتعامل به أو الأسلوب الذي تتعامل به القوات الحكومية مع المتظاهرين السلميين من قتل وقمع واختطاف. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين يعني قدمت مسارا للحل يتضمن إلغاء نظام المحاصصة الطائفية بكل مؤسساته، وقدمت أيضا يعني موضوع تجميد الدستور وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة، ثم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف أممي وأوروبي. سيد عبد القادر، يعني هنا توقعاتك بشأن تعاطي الأمم المتحدة مع هذا المسار الذي قدمته اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين؟ هذا المسار هو مسار الحل الحقيقي في العراق، وبالتالي لا يمكن لكل حل الأزمات أو التدخلات في العراق من أن يفضي إلى حل واستقرار دون أن يلتجئون إلى هذا الحل. فبالتالي ستفرأ يعني الوقائع القادمة، لا أقول أنه هذا المسار سينفذ قريبا، لكن الوقائع القادمة في العراق وازدياد حدة التظاهرات، فشل قامعوها بكل المراحل وآخرهم ما نتج عن القبعات الزرقاء، وبالتالي اليوم هناك انعطافة مهمة استطاع الشباب والطلبة فيها العمود الفقري أن يكسروا هذا القيد، وانطلقت تظاهرات أمس واليوم، وغدا ستكون حقيقة المليونية الطلابية كبيرة تماما. هذا كله حقيقة. إذا بالنظر لهذه التطورات سيد عبد القادر، يعني في أقل من نصف دقيقة، هل أنت متفائل؟ نعم بالتأكيد متفائل، لأن الشعب العراقي سيفرض هذا المسار، وسيفرض على كل الدول حتى وإن كانت لا تريد للشعب العراقي خيرا أن يفرض قراره، لأن الشعوب ستنتصر في النهاية، والتصميم والإرادة القوية حقيقة هي التي ستجعل من الشعب العراقي يفرض على الأمم المتحدة وعلى غيرها الوقائع الميدانية التي من شأنهم أن يجبروا أو أنهم حقيقة يريدون أن يتعاملوا مع الخيار الميداني. لذلك القادم سيكون انتصارا للشعب العراقي مهما طال الوقت. شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان.